لإبراز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني ولمنح واقعها حيزاً من الخصوصية، افتتحت إذاعة للنساء تحت اسم نساء اف ام في مدينة رام الله بدعم سويسري من مؤسسة أطفال مبتسمين. قضايا للنساء وليس فقط حولهم، ستعمل برامج الإذاعة على إعدادها بشكل يومي عبر أثيرها الإذاعي وصفحتها الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية. خصصت المذيعة حلا بزار برنامجها الإذاعي اليوم لسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر له ولمختلف أعمار النساء ضمن ثاني أيام انطلاقة إذاعة نساء أف أم في مدينة رام الله. بنحاول من خلال موضوعات اللي نطرحها كتير انه نلهم النساء الفلسطينيات حتى لو كان قد ما كان عمرك، يعني دائما في اذا كان في اراده وفي تصميم دائما بتقدر توصل اللي بدك اياه وتكبري بالمجتمع. نساء اف ام محطه اذاعيه تجاريه غير سياسيه تهتم بشؤون النساء وليس حصرا، انطلقت في رام الله لمهمات ترفيهيه وثقافيه ولالهام وتمكين المراه الفلسطينيه، ورغم تواضع الامكانيات وعدد العاملين فيها فقد وصفوها بالمحطه الاذاعيه النسائيه الاولى في منطقه الشرق الاوسط. احنا محطه غير سياسيه، هدفنا هون ترفيه، تثقيف والهام وتمكين المراه. ومع سماعهم اولى برامجها الاذاعيه تعددت آراء الفلسطينيين حول إذاعة نساء أف أم. فكرة كتير حلوة، رسالتي إلهم إن شاء الله ينجحوا ويصيروا كتير إشي منيح بالبلد ويصيروا يهتموا أكتر بقضايا المرأة ويطرحوها أكتر. صرنا كل شيء للمرأة، ولا شايف إنه إحنا كمان شباب صير رجل وطالب بالمستوى بالمرأة، كل شيء لها، الوظائف لها، الشغل لها، يعني مضل ليش إشي يعني. التركيز على جوانب الحياة الفلسطينية كافة وتسليط الضوء على دور المرأة في تنمية مجتمعها بالإضافة إلى طرح التحديات التي تواجه واقع المرأة الفلسطينية بداية من مشكلات الاحتلال مرورا بالعنف ضد المرأة وأشكاله، محاور لبرامج هذه الإذاعة لاقت ثناء رسميا فلسطينيا. هذه ممكن أن تساعد في تغيير الصورة، في تغيير المجتمع، نقطة انطلاق جديدة لنغير مجتمعنا الفلسطيني إلى الأفضل. مؤسسة أطفال مبتسمين للسويسرية هي الشريك الرئيس لهذه الإذاعة التي ستفتح أثيرها أيضا أمام قصص النجاح والتفاعل بين الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني. أثير إذاعة نساء أف أم من المفترض أن يصل لمعظم المدن الفلسطينية، وهو الأمر الذي سيحقق للعاملين في هذه الإذاعة هدفهم الساعي لمد جسر من التبادل الثقافي والمجتمعي بين كل نساء الفلسطينيات رغم الحواجز والجدران. من مدينة رام الله إيمان عرقات، بي بي سي.